حكم كتابة أم لبناتها أرضها، مع العلم ليس لها إلا ثلاث بنات ومات زوجها. كتابة أم لبناتها الأرض، ليس لها إلا ثلاث بنات ومات زوجها. أم ظالمة، البنات لهن الثلثان وهي تريد أن تعطي البنات كل التركة، فتحرم أقرباءها عصبتها وتحرم أمها وأباها من أجل بناتها. والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.